متابعينا الأعزاء، نحن اليوم في ضيافة واحد الرياضة اللي بالفعل عرفت عن الإقلاع في مدة قصيرة. رياضة لازم أول شيء نطلعوا عليها ونشجعوها، على اعتبار فيما جاء عن الإخوان أنني ممكن نعتبرها أم الرياضات نظرا للخصائص المميزة اللي غنعرفوها في هذا اللقاء المباشر اللي حنا كنديروه مع إخوان أعضاء المكتب الجامعي ديال الجامعة الملكية لرياضة الجيجيتسو. أكيد نحن الآن في ضيافة، نستضيف اليوم الأستاذ إبراهيم الأفراني، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الجيجيتسو، كذلك الأخت شوقي أمامة عضوة المكتب المديري ورئيسة عصبة الرباط سلا القنيطرة. مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي نتمناه يكون مفيد. نقدر نقول لكم بدون لغة خشب يكون مفتوح، على اساس ان الهدف الوسيله ما كتهمش، الهدف اللي كيهم هو تطوير الرياضه المغربيه والرقي بها باش تكون بالفعل سفيره فوق العاده للمغرب لودرابو ماروكان. ومرحبا بكم مره ثانيه. سي ابراهيم، اولا بغينا نعرفوا منك، تعرف المشاهدين والمتتبعين حول هذه الرياضه. اولا شكرا على الاستضافه، ونتمناو للجريده ديالكم كامل التوفيق والنجاح ان شاء الله باذن الله. رياضه الجيجيتسو ليست رياضه ولدت اليوم، بل هي رياضه متجذره في التاريخ الرياضي، ويرجع تاريخها الى عده سنوات خلت. وهي رياضه انتشرت في بديء الامر بين رهبان ديانه البودو في الهند، ومنه انتقلت إلى اليونان حيث تم تطويرها وتنميتها وإشعاعها. وهذه الرياضة هي رياضة متكاملة شاملة ومانعة. لماذا؟ لأنها رياضة اللي كتمارس بجميع الجوارح ديال الإنسان، وبالتالي فإن يمكن اعتبارها بأنها رياضة التي انبثقت منها كل الرياضات القتالية اليابانية، بما في ذلك الجيدو والتيكواندو والليكيدو إلى غير ذلك. ورياضة الجيجيتسو رياضة تشتمل على 32 صنف، والأصناف الممارسة حاليا بالمغرب هي 5 أصناف، اللي هي الديو سيستيم والفايتينغ والنوازا والشو والكونتاكت. وهذه الجامعة، هذه الرياضة هذه كانت في بديء الأمر ممنهجة على شكل لجنة وطنية أو لجنة خاصة تابعة للجامعة الملكية المغربية للجيدو، ولكن ما لقته من تهميش ولا مبالاة من طرف هذه الجامعة أدى بمجموعة من الإخوان الذين يغيرون على هذه الرياضة إلى دراسة إمكانية تحويلها إلى جامعة. وفعلا وبفضل مجهودات السيد الرئيس كريم بلق، الذي نوجه إليه كامل التحية والإكبار والتقدير من هذا المنبر، بادرنا إلى تأسيس هذه الجامعة، مع العلم أننا لقينا عدة صعوبات ليس على مستوى التأسيس ولكن على مستوى الانفصال، بحيث أنه كنا جزء لا يتجزأ من الجامعة الملكية المغربية للجيدو، وانفصلنا في سنة 2017. وبالتالي فإن هذه الجامعة قد رأت النور يوم 11 نوفمبر 2017، ومنه كانت الانطلاقة الأولى لأنشطتها التي سنتكلم عليها إن شاء الله بإذن الله. أكيد ورد في الكلام لكم سيدي إبراهيم أنه كنت ضمن جسم ديال أكيد الجيلو. شنو هما الأسباب اللي ذهل العراقيل اللي توضعت أمام هذا الرياضة؟ يمكننا استاذ، حنا ولاد اليوم وحنايا تنشوفوا ديما المستقبل، وتنبغيو اي رياضه تمثل المغرب احسن تمثيل، ولهذا الغرض يعني بحال اللي قال السي الافراني، كانت الجوجيتسو ما واخدش المكانه ديالو، يعني كاين بزاف ديال الامور، بزاف ديال الرياضات، بزاف الانشطه، الجودو واخده يعني واحد الحيز كبير، الجوجيتسو ما كانش عنده هذاك الحيز، ولكن الحمد لله فضل يعني المجهودات اللي قام بها يعني اللجنه اللي كانت تتصارع على تاسيس الجامعه، والسي كريم البلاق، ويعني
وسي الأخراني والعديد من الإخوة، كذلك الأستاذ يعني الكبير اللي ما نذكر سميتو، هو السكتيوي. السي السكتيوي، يعني من القيدومين المؤسسين. المؤسسين ديال جوجيتسو في المغرب، يعني الناس اللي وقفوا بهذا الرياضة، وتأسست الجامعة والحمد لله. يعني اليوم يعني كيبانوا الثمار، يعني المشاركة ديال المغرب، الرتبة ديال المغرب يعني اونيفو ناسيونال وانترناسيونال، يعني الحمد لله جوجيتسو في المغرب يعني الحمد لله دار يعني البصمه مكنته. ديالو، وكذلك اونيفو انترناسيونال. ويعني يمكن العديد من المعلومات اللي دابا نعطيوها لكم مع السي، يعني دابا يذكرها الاستاذ الافراني باغ لا سويت. غير اللي بغيت نضيف انا فيما يتعلق بالجامعه ديال الجيدو، وفي الحقيقه حنا ما لقيناش صعوبات فيما يتعلق بالجامعه، بجامعه الجيدو، بل بالعكس الجامعه ديال الجيدو الى حد الساعه ما زالت تمد الينا يدها وتقترح اننا ننظم انشطه مشتركه، ولكن ما لقيناه من صعوبات لقيناها من بعض الاعضاء، من اعضاء من بني جلدتنا، من يعني اللذين كان عضوين معنا في الجامعه، واللذين يعني لم يدخر جهدا من اجل القيام بكل ما من شأنه ليسيء الى سمعه هذه الجامعه والى الحد من تطوير وتنميه هذه الرياضه. ولكن الحمد لله بفضل تضافر الجهود استطعنا ان نشطب عليهم نهائيا واصبحوا في خبر كان، وبالتالي فان جامعه الجيدو لا علاقه لها بما عانيناه من جراء تصرفات هذين الشخصين. تكون صعيبه طبيعه الحال، طبيعه الحال هذه المره كتكون قيصريه. اوي اكيد انه تبلغنا انه بالنسبه لكم التجاه في القضاء اوي باش تعرفوا الوجود. انا غنعطيك سؤال في هذا الاتجاه، وفي نفس الوقت غنقول لك 2017 2024 مسافه قصيره، ولكن يبان ان الثمار. ممكن تعطيني جولة الشق الاول انت ولا الاستاذه؟ اولا حول لجوء القضاء، كيفاش كان حتى لجأتوا للقضاء؟ السبب اللي جعلكم تلجؤوا للقضاء؟ والخلاصات اللي خلصتوا بها؟ ثاني شيء هذه المسيره من 2017 ل 2024 تعطونا شنو اللي كان فيها اللي هو كان بالنسبه لكم ستانديبا تحدي؟ لو يسمح لي سي الافراني نقول لك انا الخلاصه، هو اللي بيعطيك لي ديتاي. نقول لك حيت ان تلمو الحمد لله كاين انجازات مزيانه، كل داكشي نسيناه اكيد وتجاوزناه، وحنا الحمد لله كبرنا على كبرنا على هادشي. يعني انت باش تفكروا يعني ولا غير في خبر كان، واني الحمد لله حنا ولاد اليوم بحال اللي قلت قبيله، وتنشوفوا الحمد لله الثمار. يعني يمكننا نهضروا مثلا غير على البطولات اللي دازوا في المغرب، الانجازات اللي حققها الفريق الوطني، هادو هما المكسب ديالنا الحقيقي، وهادو هما اللي بغينا الناس يعرفونا ويعرفوا الانجازات اللي دارت الجامعه في هذا الوقت القياسي، وبرغم يعني الاكراهات الماديه، ودابا نسطر عليها بالاحمر، الاكراهات الماديه اللي عندها والميزانيه اللي بريسك نقولها بانها ضئيله جدا 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 مقارنه مع الجامعات الاخرى. انا علاش طرحت السؤال بشكل ذكي؟ قلت الولاده القيصريه والنتائج، فكنظن تفضل السي الافراني تعطينا لنا ان ربما هي النتائج اول هي هو التطوير الرياضه فعلا فعلا هو اول تحدي. اول تحدي كان بالنسبه للجامعه ديالنا كان في سنه 2019، لان الجامعه كما قلت رات النور في 2017، الاجراءات ديال الخروج الى الوجود استغرقت تقريبا مده ديال سنه الى غايه 2019. 2019 كان اول تحدي وهو تنظيم البطوله الافريقيه. فعلا نظمنا البطوله الافريقيه بمشاركه 15 دوله، ونظمناها في مدينه بنغرير، والحمد لله النتائج كانت جد مشرفه، بحيث انه واحد الجامعه اللي في العمر ديالها يمكننا نقولوا سنه استطاعت انها تحتل المرتبه الاولى، وتحصل على 28 ميدالية منهم 10 ميداليات ذهبية. هذا كان تحدي بالنسبة لنا، والحمد لله استطعنا نحققوا هذه النتيجة هذه. التحدي الثاني هو المشاركة ديالنا في أول بالنسبة لنا احنا أول بطولة عالمية في أبو ظبي في 2019 في نفس السنة، واستطعنا الحمد لله أننا نحتل المرتبة 21 من مشاركات 165 دولة. يعني باش تدخل تشارك ونفس في 22 22 21 22 يعني في السنه المواليه حققنا نفس النتيجه، استطعنا اننا نحافظوا على المكانه ديالنا، مع العلم اننا
احتلينا المرتبه 22 ماشي 21، واحتلينا المرتبه الاولى افريقيا والمرتبه الثانيه عربيا بعد الامارات. وفي سنه 23 جوكروا 23 لا هي 23 هي الاخرى، حافظنا على المكانه ديالنا في الصداره وحافظنا على المكانه ديالنا في افريقيا وعربيا. وهذا الشيء كله يعني كما قالت الاستاذه امكانيات ضئيله، ولكن كاينه الاراده وكاينه العزم وكاينه الرغبه في تحقيق المزيد من الانجازات رغم الامكانيات. ولكن الحمد لله هذا الشيء كله كيرجع، وبغيت نغتنم الفرصه انني نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لباقي اعضاء المكتب المديري اللي ما حاضرينش معنا، الذين يعني ما فاتئوا يقدمون المساعده وما فاتئوا يقدمون الدعم في حدود الامكانات من اجل تحقيق المزيد من الانجازات لهذه الجامعه. اكيد كان داك الانجاز كبير بالنسبه للمنطقة الافريقي اللي كنت في مراكش. بغينا نوقفوا حول اولا العطاء ديال النخبه الوطنيه الى هذه المنطقه، وشنو هما الافاق اللي هما مطراسيهم الجامعه على مستوى اولا الوصول الرقي لهذه الرياضه. نوقفوا حد هنا ونرجعوا للفرق بطبيعه الحال كما سمع الاخر. الطموح ديالنا غير محدود، يعني تنشوفوا بزاف ديال لي زوبجيكتيف باغي نوصلوا لهم، والحمد لله دايرين واحد يعني عندنا واحد التصور، يعني كل عام تنقولوا هذا العام دابا يكون احسن من العام، يعني تجويد حتى يعني الطاقم التقني ديالنا، الطاقم ديال التدريب، وهذا الشيء راه يمكن اللي عاودنا حتى في اونيفو ديال ليستوريك ديالنا، دابا تشوف بان درنا العديد من التدريب لا بالنسبه لـ يعني الطاقم يعني التقني ديال الجامعه، وكذلك يعني المدربين الحمد لله دابا ولا عندنا واحد نقولوا واحد العدد لا باس به من الحكام، عندنا حكام دوليين وعندنا كذلك حكام يعني كونتيننتو، وعندنا كذلك حكام يعني حكام اونيفو ناسيونال اللي مؤخرا راه طلع على واحد العدد بحال قلت قبيله لا باس به. الطموح ديالنا كبير بزاف، والطموح ديالنا خلانا يعني اون بلاد يعني لا كوز ديال المغرب، والمغرب باغتو يعني فيما انتقلنا تنهضروا على المغرب والحمد لله، ويعني حتى هاد النتائج اللي وصل لها المغرب مؤخرا والصوره وبزاف ديال الحوايج اللي تيخليونا الحمد لله حتى هما تيعطيونا واحد ان غون كود بوس باش يعني باش ديما نقدموا المغرب كواحد الوجهه يعني سياحيه وجهه رياضيه بامتياز. ونعطي الكلمه للسي الافراني باش يهضر على يعني المستجدات الاخيره بالنسبه للشامبيون دافريك. نقطه واحده اللي بغيت نرجع ليها بالنسبه للشامبيون دافريك اللي درنا مؤخرا في يعني كانت في مراكش، يعني كانت متميزه بحيث ان الدعوه كانت لجميع الدول الافريقيه وكانت اون بريزون شارج توتال، يعني هذه اللي يعني لا فقط تحملتها الجامعه باش تعطي الاشعاع او ميم طون تجيب الدول كاملين، وراه كانت حتى بالنسبه للدول المشاركه سي الافراني دابا يذكر لكم الدول المشاركه كامله اللي شاركوا معنا، يعني الحمد لله ولقات واحد الاستحسان يعني على الشيء الانترناسيونال اللهم لك الحمد. ولهذا يعني وبهذا المستوى اللي قدمنا كانها كانت كذلك واحد يعني مراسله يعني من الجامعه الدوليه باش عاوتاني تنظم ان شاء الله هذا العام في المغرب اون نوفيل ايديسيون تاع الشامبيون افريكان هنا في المغرب. اذا ممكن تكمل بالنسبه للوقت بالنسبه للجانب ديال المشاركه ان شاء الله. انا اللي بغيت نضيف قبل ما نتكلموا على النتائج ديال البطوله الافريقيه اللي تنظمت في مدينه مراكش، هو واحد الحدث اللي وقع في 2019 هنا بالنسبه للجامعه ديالنا، هو تاسيس الاتحاد شمال افريقيا للجوجيتسو. اتحاد شمال افريقيا للجوجيتسو اللي حظي المغرب بشرف رئاسته اللي كترأسه السي كريم بلقى، وحظينا كذلك بشرف الكتابه العامه ديال هذا الاتحاد اللي كان لي شرف ديال ديالها ناخذها. كذلك المغرب استطاع انه يحصل على منصب ديال عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي للجوجيتسو اللي عبدو ربي كيمثل فيه الجامعه. اما بالنسبه للبطوله الافريقيه اللي دارت في اسمو اللي دارت في مراكش فتنظمت في شهر نوفمبر، وشهر نوفمبر ما جاش هكاك، يعني احنا تعمدنا ان نديروه في شهر نوفمبر. علاش؟ لانه واحد مجموعه ديال الدول
اللي غادا تحضر، منها اللي كتعترف بمغربيات الصحراء ومنها التي لا تعترف بها. وبالتالي فإن تنظيم هاد البطولة كانت مناسبة من أجل التعريف بقضيتنا الأولى، وقد جسدنا هاد المبتغى من خلال الوثائق التي وزعت والمنشورات التي أعدت والميداليات التي أعطيت لكل المشاركين، واللي كانت كتضم في واحد من الواجهات ديالها الخريطة الكاملة للمغرب. أكيد لأنه أكيد نرجعوا لأن الرياضة ربما سمو، وهذه ربما لأن كان النقاط اللي قسمت فيها أنه بالنسبة للرياضة الجيوشو فضلا عن القوة البدنية تعتمد القوة الذهنية والتنمية المدارك، وهذا الشيء اللي ربما هو الأهم في الرياضة أكثر. ربما أن الجزائر ما حاولتش أنها تأخذ ذكر سمو الرياضة فوق كل الاعتبارات اللي وقع المشاكل اللي احنا تبعها الشعب المغربي ككل حول مواقع الفرق الوطنية، لا في غوند ولا بالنسبة لفريق بركان ولا إلى غير ذلك، اللي عبرت على نوع من الانحطاط وخلط السياسة، وعبرت على العدائية ديال الجزائر للقضايا الوطنية. ولكن الحمد لله قالوا انقلب السحر على الساحر وتكشفت الأوراق ديال أنها طرف أساسي في الصراع، ولكن اللي جستوه أنتم عمليا وهذا فخر للمغاربة من خلال أنكم مررتوا رسالة الوحدة الترابية المغرب في الصحراء والصحراء وفي مغربها بشكل حتى الوفد الجزائري، وكان هذا نصر كبير. حتى الملصق الرئيسي للتظاهرة كان عبارة عن خريطة لإفريقيا، ولكن كان المغرب بصحرائي كاملا وفعلا والحمد لله الجامعة استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية، يعني حصلت على 36 ميدالية منها 8 ذهبية، واحتلت المرتبة الثانية بعد أنغولا، والمرتبة الأولى عربي، المرتبة الأولى عربيا، عربيا ما كانش. إنما اللي مهم هو إلى جينا نبنيو النتيجة على عدد الميداليات المحصلة عليها يكون المغرب هو الأول، لأن حنا حصلنا على 36 ميدالية منهم 8 ذهبية، واللي تكلاسا يعني في الرتبة الثانية اللي هي أنغولا حصلت على 19 ميدالية فيهم 13 ذهبية. يعني إذا خدينا عدد ديال الميداليات فالمغرب هو الأول، ولكن بما أنه الترتيب يعتمد على الميداليات الذهبية فحصلنا على 8 واحتلنا الرتبة الثانية. بهالجهد هذا أكيد أنه ما يمكنش يتبنى إلا على واحد العمل قاعدي باس. أكيد هنا كنفتحوا على مستوى أن هذه الرياضة واش كاين حراس الصعيد الوطني، وشنو هما العراقيل اللي كتعوق تنمية هذه الرياضة والاستثمار في هذه الرياضة وتسخيرها خدمة الرياضة من جهة، ومن جهة ثانية خدمة يعني القضايا الوطنية بطريقتها الكبرى. شنو هما العراقيل اللي كتعوق انتشار هذه الرياضة على الصعيد الوطني؟ ممكن تفضل أستاذ. أنا نقول لك يعني أحسن طريقة باش نعرفوا هاد الرياضة يعني واش مفيدة واش مزيانة واش هاد الرياضة كاملة متكاملة ولا لا، دابا نشوفوا التجربة الإماراتية. دولة الإمارات هي واحد الدولة يعني جد متقدمة بلي تعرف الجميع، وهاد الدولة تعطي واحد يعني عطات واحد الاهتمام كبير لهاد الرياضة. ماشي هاد الاهتمام ما جاش من العباد، وإن اهتمام حيتاش وراه دراسة، شافوا بان هذه الرياضه هي الرياضه المتكامله اللي تعطيك كل شيء، يعني جميع التقنيات، يعني تعطيك لو فولي ديال الكاراتيه، تعطيك لو فولي ديال التايكوندو، تعطيك الجودو، يعني متكامله وخدموا عليها بواحد الشكل يعني كبير. يعني هذا هو اللي قلت بارمي لي يعني الحلم ديالنا هو حتى حنا نكونوا يعني في هذاك المستوى، وقاسوا يعني حتى او نيفو ديال لي زيكول، يعني كاين واحد السياسه الرياضيه يعني من المدرسه، ويعني كاين واحد العدد ديال يعني ديال الانشطه واعداد ديال يعني حتى حضرنا وشفنا حتى الامهات، شفنا حتى الاباء كيفاش متابعين ولادهم وتعاودوا يعني لنا يعني باش كنا تماك على في المدرسه، وكيفاش ان يعني محببين هاد الرياضه بواحد الطريقه كبيره. وبالاضافه الى الشق الاكبر يعني هو الاعلام تي يعني ديما كاين لي كومبيتيسيون، ديما تيهضر عليها، ديما تيعطي الشرح، ديما تيعطي لي ستوبيك، تيعطي الفوائد، يعني كاين واحد التتبع تاع اعلامي اللي غادي مع يعني هذا الرياضه هذا. الوغ بالنسبه لينا حنايا تنديروا واحد المجهود، ولاني هو الغرض ديالنا نيت من هذا اللقاء بان نعطيو واحد التوضيح ونعطيو واحد الفكره
على 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 هاد الرياضه، وحتى الناس اللي غير سامعين عليها يعرفوا بانها راه هي كاينه متواجده وتدار في المغرب. وكذلك يعني دابا يكون واحد اللقاءات واحده غير باش نعرفوا حتى بلي صال اللي كاينين، يعني القاعات الرياضيه اللي تتمارس هذه، ونعطيوهم حتى هما واحد الاشعاع، ونعطيوهم حتى هما حقهم من 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 حيت راه هما اللي طلعوا لنا الابطال، وهما اللي هذوك الابطال اللي تيجيبوا لنا الميداليات وتيرفعوا يعني الرايه ديال البلاد. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.